طيب، حتى هذه اللحظة ليست لدينا معلومات دقيقة. المتأكدين منه انه وقالته الداخلية ان كان في حد راكب موتوسيكل وضرب على كمين الشرطة، لكن الآن في تصريحات على عهدة المصري اليوم على لسان اللواء احمد طايل مدير امن جنوب سيناء، قال ان اطلاق النار الذي سمع دويه بمحيط سانت كاترين كان عن طريق الخطأ من احد افراد الشرطة، على اساس ان احنا ناقصين يعني. اللواء طايل بيقول انه اطلاق النار الذي سمع دويه بمحيط دير سانت كاترين كان عن طريق الخطأ ونتج عن الحادث إصابة 4 أفراد شرطة تم نقلهم لمستشفى شرم الشيخ الدولي، ونفى مدير الأمن أن يكون الحادث إرهابيا. لواء طايل قال انه كان عن طريق الخطأ، والتصريح ده اداه للمصري اليوم. هل كان حادث إرهابي ولا عن طريق الخطأ؟ احنا منتظرين بيان رسمي من الداخلية. الاول معلوماتنا كانت بتقول انه حادث ارهابي، وان حد راكب موتوسيكل، وانه بالفعل استشهد احد افراد امن الكمين اللي قبل سانت كاترين. دلوقتي اللواء طايل بيقول انه لا، وده تصريح للمصري اليوم، انه لا ده كان اطلاق نار عن طريق الخطأ. يعني ايه اطلاق نار على طريق الخطأ؟ يعني صراحة أنا ده ما بفهموش، يعني هي ناقصة كمان إطلاق نار عن طريق الخطأ، فأربعة يتصابوا واحد يموت، يعني ده احنا أساس بنموت نفسنا يعني، ولا بنعمل إيه؟ الحقيقة عايزين بس نفهم، لأنه كل المواقع الأجنبية نازلة بأنه هناك استشهاد ضابط وإصابة آخرين، وأن هناك هجوم إرهابي. فأظن أن الداخلية لابد أن تخرج لنا ببيان يوضح ماذا يحدث عند دير سانت كاترين. مفيش اي حد من الصحفيين اللي هناك عارف اي شيء، والدخل وحتى مدير مكتب يعني مكتب الوزير برضو ما بيقولناش حاجة. القضايا دي لازم يكون عندنا رد فعل سريع، لانه الرياكشن بتاعها في العالم بيزيد، واحنا عندنا زيارة البابا قادمة، فارجو ان يكون هناك رد فعل سريع وحاسم. هل هو اطلاق نار بالخطأ زي على عهدة مصر اليوم زي ما بيقول بناء عن كلام اللواء طايل مدير امن جنوب سيناء، ولا في هجوم ارهابي؟ وارجو ان احنا نكون صادقين وعارفين بنعمل ايه وبنقول ايه. طيب خلونا نتابع الأخبار لحد ما يجي لنا حاجة من الداخلية. حتى هذه اللحظة معلوماتنا مش واضحة، ولكن مثلا على عهدة الوطن شهيد هجوم سانت كاترين يدعى جمال محمد سعيد، في شهيد اوريدي، ده برضو عن طريق الخطأ ولا ايه؟ مش فاهمة. طيب خلونا نرجع لي وبعدين مصدر امني بيقول للوطن انه بالفعل قوات الامن بدات في تمشيط المكان، ده عن طريق الخطا برضو كمان. الكلام بصراحه لازم يكون في مصدر واحد بيتكلم وبيقول كلام دقيق، مش كل واحد هيقول كلام عكس التاني. طيب نيجي نرجع تاني لما يحدث في البرلمان، وقد التقى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس مع وفد من نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، وأيضا رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار علي رزق، في اجتماعين وصف بأنهما وديين. الحقيقة والسؤال، ليه الاجتماعات دي ما اتعملتش قبل الأزمة؟ يعني اتبح صوتنا انه يا جماعة كده احنا بنعمل ازمة بقانون الهيئات القضائية. خلونا نرجع نفكر الناس باللي حصل. مجلس النواب قرر انه يعمل قانون للهيئات القضائية. القانون ده بيعمل ايه؟ القانون ده بيقضي على فكرة الاقدمية في اختيارات رؤساء الهيئات القضائية، وبيدي صلاحية هذا الاختيار في يد رئيس الجمهورية. جه مجلس القضاء قال لهم لا والله يا جماعة ده غير دستوري، لأنه إزاي رئيس الجمهورية وهو السلطة التنفيذية هو اللي هيختار رئيس الهيئات القضائية؟ أنا هنا بأخل باستقلال القضاء وبأخل باستقلال الهيئات القضائية. ثم أن الدستور ممكن بيؤكد أن الرئيس ممكن يحاسب أمام هذه الهيئات القضائية، ممكن يمثل الرئيس أمام أي رئيس، زي ما احنا شفنا رئيسين مثل أمام القضاء. إزاي أن أنا الرئيس اللي هيمثل أمام القضاء أو قد يمثل أمام القضاء يحاسب من قبل قضاء الرئيس مختارهم؟ ده احنا كده بقينا اردوغان، يعني احنا كده شبه اردوغان بالظبط، يعني كلها حاجات غير منطقيه. فطبعا مجلس القضاء او يعني مجلس الدوله قضى
ورجع لهم القانون تاني وقال لهم لا احنا اسفين ده تعديلات غير دستورية. فأصبحت هناك أزمة بين مجلس النواب وبين الهيئات القضائية والمجلس الأعلى للقضاء. معي على الهاتف سيادة النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب. سيادة النائب مساء الخير يا فندم. أهلا، مساء الخير يا فندم. سيادة الوكيل، يعني إيه المبادرة اللي حضرتك تفضلت بيها لرأب الصدع، انه يعني نحاول ان احنا نقرب وجهات النظر بين الجانبين؟ هو حضرتك طبعا انا يعني تقدمت هذه المبادره يعني شعارا مني وان وتقديرا مني للساده القضاه والساده المستشارين. وعايز اوضح الحاجه صغيره بس، ان مجلس النواب لما اقر هذا القانون هو من ضمن هذه المواد المكمله للدستور رقم واحد. رقم اثنين، هو مارس دوره الطبيعي في وله حق في التشريع، ولكن للاسف الشديد في فجوه حصلت في هذا الموضوع ما بين الساده القضاه وما بين مجلس النواب، وعوده القانون مجلس الدوله على الرغم ان مجلس الدوله رايه استشاري في هذه في موافقه على القوانين. فانا بقول للساده القضاه وشيوخ القضاه ان احنا نقعد ونشوف حل او نتفهم وجهات النظر، لان كل طرف يتحدث دون ان يكون في حوار او يكون في مناقشه، فاذا كل واحد يكون في طرف الخيط مبتعد عن الاخر. طب النهارده كان في اجتماع يا فندم ما بين السيد رئيس المجلس وبين رئيس نادي القضاة ورئيس وايضا رئيس هيئه النيابه الاداريه، ماذا دار في هذه الاجتماع في اجتماعات اذا كنت حضرتك حاضر او عندك معلومات؟ اولا الدكتور علي عبد العال يعتبر ينتمي الى قبيله طبعا. القضاة، وهو رجل من هذا السلك ومن هذا القبيله ومن هذه يعني هو رجل قانون، وبالتالي ودائما الدكتور علي يؤكد في جلساته وفي كلماته انه يجل القضاء ويحترمه. اعتقد انا ما حضرتش النهارده اللقاء اللي ما بينه وبين مجلس الاعلى للقضاء، لكن هو اعتقد انه كان في تشاور وهم نقلوا لي وجهه نظرهم، وهذه وجهه النظر هتكون لها دور في دراسه في اعاده مشروع اللجنه الدستوريه والتشريعيه وتحفظاتهم على المواد اللي كانت المواد الخلافيه اللي موجوده. سيادة الوكيل، لماذا بصراحة يعني هذه المبادرات أو هذه الجلسات لماذا لم تحدث قبل إصدار هذا، مش إصدار، قبل الموافقة على هذا القانون أو على هذه التعديلات؟ تمام. المعلومة اللي عندي، ويمكن اتصلت بسيادة الاستشار بهاء أبو شقة واتكلمت معاه والنشار أحمد حلمي الشريف اثناء عرض هذا الموضوع او مناقشه هذا الموضوع في لجنه التشريع الدستوريه، وقالوا احنا بعتنا خطابات لدعوه الساده المستشارين لسماع رايهم في هذا القانون، وحد على حد علمي ان هو لم يستجيبوا الى دعوه مجلس النواب ولم ياتي من يمثل مجلس القضاء في اللجنه التشريعيه الدستوريه. طبعا هم ردوا قالوا كلام عكس ذلك تماما، هم قالوا انه لا احنا قدمنا المجلس الاعلى للقضاء اصدر بيان ونادي القضاء اصدر بيان، وان كانت هناك لجنه ذهبت والتقت بالنواب وباللجنه التشريعيه. هنا في خلاف واضح في وجهات النظر، لكن من الواضح ان في مبادرات ولكن متاخره شويه على ما اظن. اتفضل يا سياده الوكيل. طب لحد سياده الوكيل الخط قطع. معايا المستشار عبد الستار امام رئيس المجلس الاستشاري لنادي الاقاليم السابق. سياده المستشار مساء الخير، الوضع الان ايه يا فندم بالنسبه لهذا المشروع بقانون؟ اهلا بحضرتك يعني. اهلا بيك، اتفضل. يعني ما هو الحال بالنسبه اتفضلي. مشروع القانون الخاص بتعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائيه اللي وافق عليه مجلس النواب بصفة مبدئية، اللي بيقول انه المجلس الاعلى في كل جهة من الجهات او الهيئات بيرشح 3 من اقدم 7 نواب ويرسلوا ذي الترشيحات للسيد رئيس الجمهورية علشان يختار منها واحد منهم. فالحقيقة بعد الموافقة المبدئية هذا المشروع ارسل الى يعني مجلس الدولة. احنا دلوقتي امام رفض من مجلس الدولة. انا هقول لحضرتك. اتفضل. ارسل لمجلس الدولة قسم التشريع، قسم التشريع رفض المشروع. وده امر كان متوقع من الجميع،
لان المشروع فيه شبهه عدم الدستوريه، يعني عدم مطابقه هذا المشروع المبادئ. ايه بقى يعني ايه الخيارات الان امام المجلس؟ المجلس ممكن يكمل ويصدر هذا المشروع بقانون. هو لما النهارده يعاد راي مجلس الدوله قسم التشريع على المجلس، انا بعتقد انه يعني بتوقع ان مجلس النواب سيعيد النظر في هذا المشروع ويتم تعديله يتفق مع المبادئ والثوابت الدستوريه الخاصه باستقلال السلطه القضائيه ومخالفه مبدا الفصل بين السلطات. لكن بس عاوز اشير الى عده امور. الامر الاول انه لا يجب ولا ينبغي ولا يجوز ان توجد خصومه او مواجهه بين السلطه التشريعيه ممثله في مجلس النواب وبين السلطه القضائيه، هذا هو الامر الاول. اذا وجد صدام احنا يعني البلد لا تتحمل هذا الصدام ولا يجب ان يكون هناك صدام. المبدا الثاني او الامر الثاني ان جميع سلطات الدوله التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه بل كافه مؤسسات الدوله وكافه جهات الدوله تعمل من خلال الدستور، ويجب ان تحترم وتعلي احكام الدستور ومبادئ الدستور وتنفذ احكامه. الامر الثالث وهو المهم جدا، اذا كان هناك خلاف في الراي وخلاف في وجهات النظر في هذا المشروع وتعارض وجهات النظر، فانه وانتهى مجلس الدوله الى القسم التشريع الى وجود شبهه عدم الدستوريه ومخالفه الدستور، فانا عاوز اقول ما فيش هنا غالب ومغلوب. نشوف هذا الامر من منطلق عده امور، لا يوجد غالب ومغلوب او منتصر ومهزوم، ولكن يجب ان ينتصر دائما هو الدوله. وكيف تنتصر الدوله؟ تنتصر الدوله وتقوى باحترام الدستور، احترام احكام الدستور، لان نحن بندعم دائما دوله الدستور والقانون ونحافظ على المصالح العليا للدوله. في هذا الاطار اتوقع ان يعيد مجلس النواب النظر في المشروع. شكرا سيد مستشار عبد الستار امام رئيس مجلس الاستشاري لانديه اقليم السابق. خلينا نذهب الى الخبر عن الى نعود مره اخرى الى خبر ما حدث في سانت كاترين. هل معانا يا جماعه حماده الشواتفي؟ طيب هنرجع تاني ل طيب مره اخرى، ما زال الخبر الذي امامنا هو استشهاد شرطي واصابه ثلاثه من افراد قوه التامين ب كمين سانت كاترين، ومعي على الهاتف حماده الشواتفي مدير مكتب الوطن في سيناء. مساء الخير حماده، ايه الوضع بالظبط؟ ماذا حدث؟ مساء الخير يا استاذه لميس. مساء النور. في البدايه اللي حصل في سانت كاترين منذ تقريبا كده ساعه، هناك اطلاق نار تم على القوة الامنيه المتواجده بالقرب من دير سانت كاترين في مكان انتظار السيارات. هذا الاطلاق حتى الان هناك روايتين الخاصه باطلاق النار. روايه تقول ان هناك هجوم ارهابي تم بالفعل على الكمين، مجهولون اطلقوا النار على القوة الامنيه المتواجده، واسفر اطلاق النار عن اصابه مقتل مجند واصابه اربعه اخرين. وهناك روايه اخرى اللواء احمد طيب مدير امن جنوب سيناء، قمت بالاتصال به هاتفيا منذ دقائق ونفى هذا الهجوم الارهابي وقال ان اطلاق النار تم بالخطا من قبل سلاح احد افراد القوى التامينيه، وتم العثور على السلاح المستخدم في هذا الاطلاق. لكن حتى الان استاذه لميس لم يصدر بيان رسمي من العمليات بجنوب سيناء او من اي جهه امنيه تؤكد ان الحادث هو اطلاق نار او عمل ارهابي على كمين. يعني احنا لسه امامنا الروايتين، روايه مدير امن جنوب سيناء اللي بيقول ان ده اطلاق نار بالخطا، والروايه الاخرى عن هجوم ارهابي. تمام يا استاذه. طيب عندنا معلومات انه المهندس شريف اسماعيل اتصل بالسيد وزير الداخليه، يعني اتمنى، واللواء خالد فوده، اتمنى حد يبلغنا يا جماعه، يعني حد، يعني هم بيكلموا بعض، طب نكلم العالم، لانه احنا دلوقتي امام كل وكالات الانباء تتحدث، وهنا السرعه في التعامل مع الامور، كل وكالات الانباء تتحدث عن حادث ارهابي، محتاجين نعرف ايه اللي بيحصل. طيب بشكرك يا حماده. يا جماعه ممكن نكلم مجلس الوزراء لو سمحتوا؟ يا ريت نكلم المتحدث باسم مجلس الوزراء، لانه السيد رئيس الوزراء اتصل بوزير الداخليه، اكيد عنده معلومه يعني.
طب سيادة النائب عبد الرحيم علي، مساء الخير. يعني اولا خليني اسالك، احنا دلوقتي امام كل وكالات الانباء تتحدث عن هجوم ارهابي، مدير الامن جنوب سيناء بيقول للصحفيين ان ده كان اطلاق نار بالخطا، واحنا قاعدين واقفين اهو يعني مش عارفين اين الحقيقه. ايه تعليقك الاول على هذا الامر؟ اولا اللخبطه دي مش مطلوبه في حادث كبير زي كده طبعا، بغض النظر عن سقوط شهيد او مصابين قليلين او كتار. ده دير سانت كاترين، دير سانت كاترين ده اسم عالمي كبير جدا يخص مش بس الاخوه المصريين، يخص العالم كله غربا وشرقا. وبالتالي اي حدث اطلاق نار حواليه لازم يتم التعامل معاه معلوماتيا بشكل سريع جدا. كون الداخليه تقعد لحد دلوقتي ما تطلعش بيان تقول فيه ايه الموضوع، ده لخبطه من الداخليه، هناك لخبطه، هناك الناس متلخبطه، هل تنفي ولا تؤكد؟ هل المعلومة صحيحة ولا مش صحيحة؟ لوجيك ومنطقي يعني تنفي أو تؤكد بناء على الحقيقة، يعني هو احنا هنضحك على العالم حقيقة إن في هجوم إرهابي، هنقول إن في هجوم إرهابي. ممكن أنظف السلاح كده فتطلع طلقة فتموت واحد، تطلع طلقة في كتف واحد، تطلع طلقة في دراع واحد. لكن تطلع طلقة تدخل في جسم واحد وتنط في الأرض وتروح لواحد تاني وتطلع من الأرض. يعني أربعة يصابوا وواحد يموت. اطلاق نار خطأ وكمان موضوع غريب جدا. في حادث ارهابي كل العالم بيحصل فيها حوادث ارهابيه، لكن العيب ان احنا نتعامل بشكل مش منطقي مع الاحداث. طيب خلينا ننتقل لقضيه القضاه، وانا عارفه ان انت كان عندك مبادره وقلتها عندنا في هذا البرنامج انه مجلس النواب يجمد التعديلات. طيب تقطع الخط ولا ايه؟ طيب وايه الخطوط؟ طب معانا سياده الوكيل كل الخطوط فصلت. طيب لسه ليس لدينا معلومه موثقه، هل حادث سانت كاترين هو حادث ارهابي ام انه حادث غير ارهابي، يعني هو اطلاق نار خطا؟ خلونا طيب نشوف هذا التقرير ونرجع تاني، نشوف التقرير ده ونرجع تاني. وسط حضور كبير أعلنت مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي أسماء الفايزين بجوائزها لفن النحت وتكريم المشاركين في دورتها الأولى. 50,000 جنيه كانت قيمة الجائزة الأولى، أما الجائزة الثانية فكانت عبارة عن الإقامة بأتيليه الفنان آدم حنين لمدة أسبوعين. كان مقدم لنا حوالي 50 عمل واخترنا منهم 20. كل المعروضات هنا عظيمة وجميلة وفيها حس وفيها أصول كتيرة لفن النحت وناجحة ومبشرة جدا باللي جاي. أنا ملاحظ إن نسبة إقبال الفتيات على هذا الفن رغم إن هو من الناحية العضلية مجهد ومحتاج مجهود، نسبة إقبال الفتيات وتميزهن عالي جدا. كمان إنه المشاركين والمتقدمين مش حكرا على القاهرة فقط ولكن من مختلف المحافظات، وده بيؤكد ان فن النحت في مصر له مستقبل. مفاجاه جميله جدا ان احصل على الجائزه الاولى، وشرف ليا كبير جدا، وخصوصا من مؤسسه ادم حنين. العمل بتاعي من الجرانيت، عباره عن معالجه للفيجراتيف بتاع المصري القديم. اغلب الشغل اللي بعمله بيبقى من الاحجار، ما بين الجرانيت ما بين الرخام بانواعه. وعلى هامش حفل إعلان الجوائز افتتح الحاضرين معرض بيضم أعمال الشباب الموهوبين في الفن التشكيلي واللي شاركوا في المنافسة على جائزة آدم حنين. تجربة كويسة جدا إن أنا أعرض شغلي في وسط الفنانين الشباب اللي في جيلي، واللي أنا بتعلم من تجاربهم من تجارب كل الفنانين، وسعيد بإن أنا أقدم شغلي للناس يعني من خلال المعرض هنا. حلوة جدا، يعني فكرة إن إحنا كل النحاتين تقريبا أو معظم مشارك في المعرض هنا، فهي تجربة كويسة، والناس كمان الموجودة أكيد هتكون حاجة كويسة إن هم يشوفوا شغلنا. سعيد جدا ومبسوط بالعرض هنا في المعرض بتاع آدم حنين، وده يعتبر الدولة الأولى، فشيء يسعد أي فنان إن هو يشارك في معرض زي ده. نماذج فنية كتير أبدعها المشاركين، وكشفت عن كتير من الموهوبين بأعمار وفئات مختلفة، بتحاول دايما مؤسسة آدم حنين تحفزهم على الإبداع والابتكار. هشام الرباط، هنا العاصمة.
طيب نعود تاني لخبر سان كاترين. حتى هذه اللحظة عندنا تضارب في المعلومات، ولكن كل وكالات الأنباء تتحدث عن أن هناك عملية إرهابية ضد دير سانت كاترين أو ضد الكمين الشرطي اللي قبل دير سانت كاترين، وأنه بالفعل استشهد مجند وأصيب ثلاثة من أفراد الشرطة. مدير أمن بيقول حاجة تانية، ولكن المعلومات اللي عندنا دلوقتي وهي غير مؤكدة، احنا اتصلنا بكل الناس. وزارة الداخلية قالت انها هتصدر بيان ولسه ما طلعتوش، مكتب رئيس الوزراء لسه ما يعرفش، يعني اتصلنا بكل الناس. الحقيقة انه انا بشوف ان هذا التأخير، لو احنا بنتكلم على حدث حصل من ساعة وانا قاعدة بقالي ساعة مش بقول للعالم حصل ايه، اظن ان دي كارثة في حد ذاتها، دي كارثة. الارتباك ده كارثة. استاذ عبد الرحيم، سيادة النائب. اي فندم اتفضل. انا ما اعرفش انت سمعتيني لحد فين، بس لان الخط قطع. انا كنت بقول بالنص الكلام اللي حضرتك بتقوليه بالظبط، ان هذا الارتباك يمثل كارثه حقيقيه، انه حجم دير سانت كاترين ليس حجما عاديا ولكن كنيسه عاديه، ده دير عالمي للغرب وللشرق فيه اكثر من المصريين والعكس صحيح، يعني ده مكان انساني عام. فلا يجوز لما يبقى فيه حادث ارهابي والعالم كله يتكلم ان عندنا حادث ارهابي في سانت كاترين، لا يجوز هذا الارتباك، وان احنا نقعد ساعه الداخليه مش قادره تتاكد، وزاره الداخليه في مصر مش قادره تتاكد اذا كان حادث ارهابي من عدمه. ولو هو مش حادث ارهابي يقولوا لنا انه مش حادث، يعني الحقيقه يعني حد غير منطقيه، انه لا يجوز ان انا اطلق رصاصه بالخطا من مسدسي وانا بنظفه، بتطلع منه رصاصه تصيب حد في كتفه وتصيب حد في رجله وتموت حد، لكن تطلع الرصاصه تدخل قلب واحد تقتله وبعدين تلف تصيب اربعه. ده هي دي رصاصه ام الرصاصات، عارف حضرتك زي اللي ام القنابل، رصاصه سحريه. طب نرجع تاني لمبادرتك يعني فيما يتعلق بقانون الهيئات القضائيه. بص يا فندم، انا من 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 منطلق حرص على عدم تفجير الاوضاع في وقت حساس زي كده، وقت بتتعرض مصر فيه لمؤامرات، وقت بتتعرض فيه لمصر لحرب شرسه مع الارهاب، ثم نختلق معركه مع قضاه مصر بين النواب والقضاه، ونعمل قانون تعتبره الهيئات القضائيه اهانه لها، لانه بيكبلها وبيعطي للسلطه التنفيذيه حق اختيار رؤساء هذه الهيئات اللي دأبت منذ مئات السنين على اختيار أعضائها بواسطة الأقدمية المطلقة، عشان ما يدوش السلطة التنفيذية فرصة إنها تختار بشكل أو بآخر، بشكل ينتقي الناس ويوظف السلطة القضائية لصالح السلطة التنفيذية برؤية القضاء. جلسنا مع نادي القضاء وأرسل لنا نادي القضاء رسالة أنا بعتها ليكم في البرنامج، هذه الرسالة بتتضمن موافقته على تلك المبادرة التي تتضمن التزام الجميع قضاء ونواب بما يقوله مجلس الدولة باعتباره الجهة الاستشارية القانونية لمجلس النواب. حتى لما بتعملي قانون بتبعتيه للضبط القانوني إلى مجلس الدولة. احنا قلنا على القضاء والنواب قبل أن يصدر مجلس الدولة تقريره الالتزام بما ينتهي اليه مجلس الدوله. الحقيقه نادي القضاه مشكور، ارسل خطابا رسميا يقبل فيه المبادره ويقبل ما ينتهي اليه مجلس الدوله. طب خليك معايا سياده النائب، خليك معايا معلش دقائق، ان انا بتابع هذا الخبر، وخليك ارجوك سامع معانا. دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزاره الصحه، دكتور خالد ايه الوضع بالظبط في سينا عند كاترين؟ ايه الاصابات والضحايا؟ استاذ لميس، هو مساء الخير. هو ما ورد الينا من تقرير مبدئي من جنوب سيناء حتى الان استشهاد فرد امن واصابه اربعه اخرين اثر هذا الهجوم. الاربع مصابين في طريقهم جري نقلهم عبر سيارات اسعاف لمستشفى شرم الشيخ الدولي، لسه ما وصلوش حتى الان، قربوا يوصلوا. لكن السيد وزير الصحه كان في اتصال هاتفي ومتابعه مع السيد محافظ جنوب سيناء، وفي بالفعل فريق طبي من اساتذه جراحه العظام والمخ والاعصاب والجراحه العامه من جامعه الازهر وجامعه القصر العيني في انتظار وصول المصابين في مستشفى شرم الشيخ الدولي.
إذن ده بيؤكد أنه يعني إذن إحنا بنتكلم على استشهاد فرد شرطي أو استشهاد فرد أمن، فرد أمن يعني فرد أمن، وإصابة ثلاثة ولا أربعة؟ أربعة. أربعة. الإصابات حرجة ولا إصابات عادية ولا إصابات يعني إيه؟ حتى الآن مش قادرين نعرف طبيعة الإصابات، يعني عند وصولهم المستشفى إن شاء الله يبقى معانا تقرير مفصل أكتر وأكون في متابعة تاني مع حضرتك. عندكم معلومات هل ده كان موتوسيكل معدي ولا ده إطلاق نار بخطأ ولا أي معلومات أخرى؟ لا لسه، يعني في انتظار إن في بيان يصدر من وزارة الداخلية الآن إن شاء الله. طيب، لكن المعلومات اللي هي في وزارة الصحة أن هناك استشهاد لفرد أمن وده الكمين يا فندم، ده الكمين اللي قبل كان كاتري؟ لا، اللي جاي لي في التقرير الرسمي ان ده هجوم على دير سانت كاترين، على الدير نفسه. يعني ده اللي عندي في التقرير الرسمي، لكن برضو عايز اقول لحضرتك ننتظر بيان وزارة الداخلية ان شاء الله اللي اتأخر قوي. شكرا دكتور خالد مجاد متحدث باسم وزارة الصحة. اتفضل يا سيادة النائب عبد الرحيم علي. يعني كده وزارة الصحة اكدت ان في حد استشهد واربعة مصابين في هجوم على دير سانت كاترين نفسه. يا فندم، كل العالم بيقول هجوم على سانت كاترين، احنا عايزين ندفن وشنا في الرملة ونقول انه ده بتاع. انا بصراحه لو طلع مش هجوم، انا رايي ان مدير الامن اللي قال عكس الكلام ده يتشال، ده اقل حاجه. يعني الناس مش واخده بالها ان احنا قريه صغيره، الاقمار الصناعيه بتكشف وده بيكشف وده بيكشف، يعني ما يصحش ان احنا نتعامل مع على الشكل ده، لان احنا بلد كبير وسمعتنا كبيره. خلينا ارجع لك بس للمبادره. احنا الاخوه في نادي القضاء ارسلوا زي ما قلت لك مذكره وافقوا فيها على المبادره قبل ان يصدر تقرير مجلس الدوله، وقالوا ان احنا بنقبل باللي انت بتقول عليه حفاظا على كرامه النواب وكرامه القضاء وحفاظا على ما يحصلش صدام بين الطرفين. رحت قابلت الدكتور علي عبد العال، وكان لديه لقاء مع السيد رئيس الجمهوريه، وكان رايح لرئيس الجمهوريه، واستوقفته وقعدنا مع بعض 10 دقائق، وقلت له يا فندم هناك كارثه تقع الان، هناك شحن لدى القضاء بانكم تحاولوا تكتفهم، تحاولوا رسم قانون يقلص من صلاحياتهم ويقلص من حريتهم، وانه احنا عملنا مبادره بالشكل الفلاني، وعلى ان الطرفين يقبل بما يقول به مجلس الدوله. الراجل قال انا مجلس الدوله بالنسبه لي استشاري، وانا عارف ان رده هيبقى غير دستوري، وانا ممكن ما اقبلش. يا فندم من فضل حضرتك الكلام ده يودينا في 60 داهية. القضاء مستفزين لو سمحت. المهم في نهاية اللقاء وعدني بالنظر في هذه المبادرة وبالنظر في الموضوع برمتي باعتباره ممكن يمثل حساسية بين القضاء وبين السلطة التنفيذية وبين مجلس النواب. الخطورة في ايه يا أستاذة لميسو؟ الكلام ده محدش هيقوله غير في مصر. المادة 148 من الدستور، وده اللي القضاء حاطينه عندهم في مذكرتهم المرفوعه لمجلس النواب والمرفوعه للراي العام كله اللي سلموه لي نسخه، بتقول ان رئيس الجمهوريه نفسه لا يجوز محاكمته الا امام جهه واحده وهي المجلس الاعلى للقضاء. القضاء بيسالوا سؤال واحد ومحدد وواضح وصريح، هل يجوز لرئيس الجمهوريه ان يختار من يحاكمه؟ نقطه منطقيه جدا. فلستوب. إذا يقبلوا ده، إذا السلطة التنفيذية تقبل أن تختار من يحاكمها، طب العالم هيبص لنا إزاي؟ يعني الغرب والشرق والأمريكان وغيره 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 يبص لنا على إن السلطة التنفيذية في مصر السلطة التشريعية إدت السلطة التنفيذية حق اختيار من يحاكمها إذا لا قدر الله أي شيء. أنا هضطر أقطعك معلش تاني يا أستاذ عبد الرحيم يا سيادة النائب، لأنه برضو عندي تصريح على عهدة الراهب جريجوريس بدير سانت كاترين، وبيؤكد أنه لا صحة لوقوع هجوم إرهابي على الدير أو استهدافه من قبل عناصر مسلحة. وقال لي اليوم السابع أن ما وقع هو إطلاق نار بالخطأ على الدير من الخارج، ولم يسفر عن أي إصابات بين الرهبان بالداخل، وأن الجميع بخير وسلام. أهم جملة بالنسبة لي أن الجميع بخير وسلام، وأن الرهبان تمام والسياح تمام. يبقى ده جملة مهمة. يا ريت يا جماعة يوسف نكلم الراهب، نشوف الرهبان فيه عند الدير، نكلم الكنيسة يا شباب. طيب، على الأقل يقول لنا المعلومة بس نبقى عارفين. طيب، إذن ده كلام الراهب جريجوريس، الراهب بدير سانت كاترين، اللي بيؤكد أنه لا صحة لوقوع هجوم إرهابي على الدير أو استهدافه من قبل عناصر مسلحة. برضو
انا هنا عندي ارتباك ما بين معلومه نقلها العالم كله على كل وكالات الانباء الانجليزيه والفرنسيه وغيرها، وبين معلومه اخرى بتقولها مصادر محليه. الفصل في ذلك هو وزاره الداخليه. كل تاخر دقيقه عندنا فيه مشكله. انا عندي واحد مستشهد واربعه جرحى، والبيان اللي جاي لوزاره الصحه هجوم على دير سانت كاترين. طب يعني عايزين نفهم بس، نصدق مين؟ نصدق دول ولا نصدق دول؟ هنا فكره السرعه والدقه والتعامل هو ده اهم شيء. بعتذر سياده النائب عبد الرحيم علي. انا برضو انا معاكي في انه لو هناك عدم وجود هجوم ارهابي من اي نوع والضحايا دول سقطوا باطلاق، انا ما اعرفش يعني ايه اطلاق نار خطا يصيب يقتل ويصيب، مش دي القضيه. بس خلينا في ده، خلينا في القضاء، في القضاء، خلينا في القضاء دلوقتي. هذه الاجتماعات يعني سياده النائب، كل هذه الاجتماعات ليه ما اتعملتش قبل ما القانون يطلع؟ ما هو يا فندم احنا فوجئنا بالقانون، القانون دخل البتاع دون عرضه على القضاء، رغم من الدكتور علي عبد العال وهو قال لنا كده وقال للقضاه كده قبل كده انه القضاة بيحترموه جدا وبيحبوه جدا وبيطالبوه بتنفيذ وعده، انه لا يمكن ان يصدر قانون للقضاة دون ان القضاة ما يشاركوا فيه وضع. القضاة لم يشاركوا. الان الخطوة الجاية ايه سيادة النائب؟ الخطوة الجاية ان احنا بنناشد زي ما عملنا بيان امبارح بهذا الكلام، بنقول يا جماعة ادي تقرير مجلس الدولة طلع، الهيئة القضائية التزمت بيه، من فضلكم نبوس فوق راسكم، البلد مش مستحملة خلافات بين الهيئة التشريعية والهيئة القضائية في هذا الوقت الحرج اللي بتمر به البلاد، واللي الرئيس نفسه وصفه بأنه موقف حرج يحتاج إلى الوحدة. هل الوحدة تقتضي خلافا بين القضاء والبرلمان في هذا التوقيت؟ إذا كانت الوحدة تقتضي ذلك وأن الطرفين يتجاذبوا في هذا التوقيت فليوافقوا على القانون. الوحدة تقتضي أن الناس ما تتجاذبش في هذا التوقيت وتقعد مع بعض على مجلس النواب، إن على مجلس النواب انه يرجع القانون، يلتزم بما قاله مجلس الدوله ويرجع القانون للجنه التشريعيه، ثم يستدعي القضاء لمناقشه القانون ونخرج من هذه الازمه. بشكرك سياده النائب عبد الرحيم. اذا انا هضطر طبعا نخرج عشان حلقه هنا الشباب، وبعدها بيبقى عندنا برامج اخرى، ولكن حتى هذه اللحظه هي الساعه 10:27 دقيقه وانا اوفر في وقتي، لكن انا بقول اهو حتى هذه اللحظه عندنا معلومتين متضاربتين وليس لدينا خبر دقيق من أي جهة رسمية. معلومة بتقول أنه هذا هو هجوم إرهابي بموتوسيكل على دير سانت كاترين أسفر عن مقتل أحد أفراد الشرطة أو أحد فرد أمن وثلاث وإصابة ثلاثة آخرين، ومعلومة أخرى بتؤكد أنه ليس هجوما إرهابيا ولكن هو إطلاق نار بالخطأ. المعلومة الثانية دي على عهدة مين؟ على عهدة مدير أمن جنوب سيناء اللي هو طايل. أما الأب جريجوريس اللي هو أيضا على عهدة المصري اليوم بيؤكد أولا، وده الأهم بالنسبة لنا، انه الرهبان كلهم بسلام، كل الناس اللي موجودة بسلام، مفيش حاجة، وانه كان في إطلاق نار في الخارج. إطلاق النار اللي في الخارج ده بقى هجوم إرهابي ولا مش هجوم إرهابي؟ ننتظر وزارة الداخلية انها تعلن بيان. احنا متأخرين قد ايه على البيان؟ احنا داخلين في ساعة ونص. ساعة ونص متأخرين، أنا آسفة، أنا في علم الإعلام ساعة ونص ده كتير. يعني لابد أن يكون هناك بيان قاطع باتر واضح بيقول يا هجوم إرهابي يا إطلاق نار بالخطأ. لكن إن أنا أسيب العالم كله بيتكلم، الباد نيوز بتجري بسرعة. الخبر السيء بيجري بسرعة، فلو هو مش خبر سيء أنا لبست المشكلة. يعني إحنا خلاص لبسنا القصة أن هناك شائعة عن دير سانت كاترين. إحنا يا جماعة كده بنضرب نفسنا بالرصاص بصراحة. يعني التأخر في إصدار بيانات شيء سيء، فنرجو عايزين بيان واضح من الداخلية، وإحنا لما يكون البيان ده يصدر هيكون عندنا طبعا على الشاشة هننزل ستراب بهذا البيان، لأنه طبعا إحنا لازم نخرج ونترككم مع هنا الشباب. نخرج فاصل، وبعد الفاصل هنا الشباب، أرجوكم تابعونا ونتقابل بكرة بإذن الله.